السلام عليكم طلاب، نبدأ على بركة الله محاضرتنا اليوم الثانية اللي هي سيزر سايفر. سيزر سايفر طريقة القيصر، سميت باسم سيزر، هي أول طريقة للتشفير على بساطتها، تعتبر طريقة في حينها في وقتها قوية. فكرتها أنه الرسالة ما تروح مكتوبة بال النص المقروء، الأحرف تبدل بأحرف مشفتة ثلاثة. يعني احنا أولا نجي نكتب الأحرف اللغة الإنجليزية وهي 26 حرف، هذه الأحرف اللغة الإنجليزية A B C D E F إلى Z، رقمها الـ A 0 والـ B 1 وهكذا إلى آخر حرف تسلسل Z وتسلسل 25. عملية التشفير، شوف هنا أنا شوف هذا القانون، أنه التشفير النص المقروء اللي احنا قلنا أول حرف من النص المقروء هو P، نخلي هذا القلم الليزر، السايفر تكس الرمز مالته C، والنص المقروء البلين تكس أول حرف P فرمزه P، والمفتاح الكي رمزه كي، وعملية الانكريبشن هي التشفير رمزها E، باعتبار الانكريبشن أول حرف هو E، وتشفت البلين تكست ثلاثة باستخدام الكي ثلاثة بسيزر سايفر، ونحصل على السايفر تكست. نحصل على البلين تكست هي عملية الديكريبشن، شفنا أنا حرف D ديكريبشن، بتنقيص السايفر تكست ثلاثة، المفتاح ثلاثة، شفنا الكي، ونجي على المثال الموجود بالصفحة التالية. طبعا هنا بقى المعادلات مو 26، باعتبار أحرف اللغة الإنجليزية 26 حرف، يعني من يوصل إلى تسلسل 26 مو 26، إذا رقم 26 ومو 26 يصير صفر، إذا رقم أقل من 26 يبقى نفسه، إذا كان رقم سالب هنا يجمع مع 26. فهنا نشوف هسه عندنا نص مقروء في wish to replace letters، طبعا هنا النص المقروء نكتبه بالسمول لتر. هنا قلنا طريقة السيزر هي تشفيت ثلاثة، فالأي من الشفة ثلاثة يصير دي، والبي من الشفة ثلاثة يصير اي، باعتبار الأي هسه إذا اي زائد ثلاثة واحد اثنين ثلاثة ايش يصير؟ دي. شوف هنا كلها تشفة ثلاثة، فهنا كتبنا الأحرف الأبجدية باللغة الإنجليزية مقابلها الحرف اللي يستبدل معه في نص المشفى. فهنا هذه if we wish to replace letter، هذا النص المقروء نحوله إلى نص مشفر، الآي تحولت إلى L، الآي تحولت إلى L، والF تتحول إلى I، طبعا الفراغات تحذف، فالW وراها شوف الدبليو يتحول الى زد، وهكذا يكمل النص المشفر. فصارت النص المشفر، طبعا قلنا احنا البلين تكست يكتب بسمول لتر، طبعا هذا ستاندر كل اللغات كل الخوارزميات، انه البلين تكست حتى نميزه نكتب سمول لتر، والنص المشفر سايفر تكست يكتب بالكابيتال لتر. شوف هنا عملية فك الشفرة decryption، هذا example، هذا النص المشفى، هنا نخلي قدامنا الأحرف الأبجدية، قلنا الأي يبدأ تسلسل صفر وهكذا، دائما هذه تحفظوها، دائما تكتبوها قدامكم تحبون أي سؤال. والعملية فك الشفرة decryption هو عكس عملية الانكريبشن، شفنا عملية طرح ثلاثة، شوف دائما شوف الآن تسلسله ايش قد الان؟ الان تسلسله 13، مفتاح 3 ناقص 3 جل يصير 10، فمو 26 10 مو 26، قلنا الرقم اللي اقل من 26 يطلع نفسه فطلع 10، وهنا ال 10 شو يمثل؟ يمثل حرف كي، وهكذا بقيه الاحرف الاتش تسلسله 7 ناقص 3 صار 4، مو 26 يبقى نفسه لأن أقل من 26،
والأربعة شو تمثل حرف إي وهكذا. بس هنا طلاب انتبهوا، شوف هنا الحرف دي هو واحد ناقصنا ثلاثة صار ناقص 2. طلاب انتبهوا، الأرقام السالبة تجمع مع 26، فناقص 2 زائد 26 اعتبار مو 26، فناقص 2 زائد 26 يصير 24، فطلع لنا مو 26 صار 24، وال 24 شو يمثل؟ يمثل الواي، يمثل الواي وهكذا. فطلعت الكلمة المشفرة من فكين الشفرة طلعت كي وورد. هنا الطريقة الأخرى المانو الفابيتك سبستيوشن، مو مثل طريقة السيزار اللي هي شفة ثلاثة. هنا الفكرة مالتها انه الأحرف الإنجليزية هي من أي لا تزد، التشفير مالتها يكون انه أي ترتيب للأحرف بدون تكرار. يعني هنا خلى الدي بالبداية، وراها جاب الكي، وراها كيفي أجيب اف أجيب اي، وهذا الترتيب يكون عند السورس وعند الديستنيشن، لازم يكون نفس الترتيب يخزن عند السورس وعند الديستنيشن، يعني عند مصدر الرسالة والمستلم أيضا عند نفس التسلسل حتى يقدر يفك الشفرة. فهنا إذا نفس النص اللي أخذناه بالإكزامبل if you wish to replace letter، إذا إجا حرف الـ I صار بمكانه W، وإجا حرف الـ F صار بمكانه I وهكذا. أقدر هنا بس أجيب H وأخليها بالبداية وبقي نفس الترتيب، بحيث الـ H إذا إجا I، إذا إجا I هالشفت هنا أنا أصير J وهكذا، أنا حسب الترتيب اللي أخليه. فهاي الطريقة المونو ألفابتك طبعا طريقة قوية. شفنا أنا كم مفتاح هذه الطريقة، عنده 26 فاكتوريال واللي هي 4 في 10 أس 26 مفتاح، يعني أقدر أسوي ترتيب الأحرف الأبجدية حسب المفتاح اللي أريده، أقدر أصفطها 26 فاكتوريال. يعني أنا مثلا هسه نفس الترتيب أي بي سي دي وأخلي الزت بالبداية وبقية كلها نفسها، بس شنو حيصير الأي الثاني والبي الثالث وهكذا إلى توصل الواي آخر واحد. شفنا هذا ترتيب، وأقدر أسوي ترتيب آخر وهكذا، أقدر 26 فاكتوريال اللي هي تمثل 4 في 10 و 26، يعني 26 مرتبة، يعني أشقد أنا أقدر أسوي من المفاتيح. وهذا طبعا يكون صعب فتحة كسرة، صعب كسرة هذا المفتاح. وهذا طبعا احنا كسر المفتاح نجي ان شاء الله بالمحاضرات القادمه عشان نوضحها، يسمونه بروت فورس اتاك، هو هجوم كسر المفتاح اللي يسمونه بروت فورس اتاك. طلاب نشكر استماعكم، وان شاء الله اتمنى لكم الصحه والعافيه، مع السلامه.